والعنوان الذي يعني حدد لنا أن نتكلم عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أصل في هذا الدين وهي فرض عين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، ولا يؤمن المؤمن ولا يكتمل إيمان إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين يديه، حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه، وهذه أعلى درجات الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: الآن يا عمر. محبة النبي عليه الصلاة والسلام ابتداها الله سبحانه وتعالى بنفسه. الكمالات المحمدية كلها الله سبحانه وتعالى بدأها بنفسه، هو أول من أحب حبيبه وأختاره ليكون حبيبا وشفيعا وسيدا للخلق، فخلق الخلق لأجله عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث في ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: هبط جبريل على النبي فقال: إن ربك يقول إن كنت قد اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا، وما خلقت خلقا أكرم علي منك، وما خلقت الدنيا وأهلها إلا لأعرفهم مكانتك ومنزلتك عندي، ولولاك ما خلقت الدنيا وروي أن سيدنا آدم عليه السلام لما نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه رأى نورا ساطعا فقال: يا ربي ما هذا النور الذي غشيني؟ قال: هذا نور حبيبي محمد. قال: ومن محمد؟ قال: لولاه ما خلقتك، وإنه من ذريتك ولولاه ما خلقتك. فلما أراد الله لسيدنا آدم أن يهبط إلى الأرض قال: اللهم بحرمة هذا الولد أرحم هذا الوالد، فغفر الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم ببركة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول توسل. محبة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا هي فرض عين، فجبل الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم على محبة رسول الله، حتى الأعداء ما كانوا بينكروا محبتهم للنبي، كانوا يحسدوا رسول الله. عشان كده ربنا قال لي: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، حسدا من عند أنفسهم. حتى أن حكيم بن حزام وهو كان على الشرك لما ذهب إلى اليمن وجد بردة يمينة يرتديها الأمراء فاشتراها وغال في ثمنها، فقالوا له: لماذا تشتريها وهذه لا تليق إلا على الأمراء؟ قال: والله إن هذه لا تليق إلا على محمد. وكان على الشرك فأتى بها من اليمن وأهداها لعمته السيدة خديجة فأهدتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى الأعداء ما كانوا يقدروا يعني يكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم شاهدوا النبي. من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو شاهد بشريته الظاهرة لا يستطيع أن يكرهه، ولكنهم عادوه حسدا صلى الله عليه وسلم، عادوه حسدا من عند أنفسهم. ولم تقتصر محبة النبي صلى الله عليه وسلم على البشر، الملائكة، الجن، الجمادات، الحيوانات، النباتات، كلها متعلقة برسول الله، كلها متعلقة برسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالحديث لما يأتي من سفر إلى المدينة فيظهر له جبل أحد يبتسم ويفك اللثام ويقول: إن أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد هذه جمادات، ويقول: إني لأعرف. بعد ما رجع صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بعد 10 سنوات من الهجرة تذكر حجرا كان يسلم عليه قبل البعثة، فقال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل البعثة بالرسالة، إني لأعرفه الآن. هذه من علاقة المحبة بين النبي والجمادات. حتى البعير الذي كان إذا مسه الضر شكى إلى رسوله، حتى البعير كان يأتي النبي حبوا وكان يحدث النبي حديث الأدب فيبقى على حسن النبي صلى الله عليه وسلم. بعيد يبكي ويتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه حديث المتأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آمين آمين آمين.
هذا البعير الذي جاء شارد من أصحابه وقال يا رسول الله يعني إنهم خدم شبابي فلما كبروا السن أرادوا أن يذبحوني. قال إن كنت صادقا فلك صدقك وإن كنت كاذبا فعليك كذبك. فجاء أصحابه يحمل المدى يا السكاكين فقالوا هذا البعير لنا يا رسول الله. قال إنه يزعم أنكم خدمتم شبابه فلما كبرت سنه زعم أنكم أردتم أن تذبحوه. قال هو صادق يا رسول الله. قال بيعوني إياه. قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم معه في السادس. فقالوا ما هناك يا رسول الله ماذا قال هذا البعير؟ قال إنه قال لي أمن الله روع أمتك يا رسول الله كما أمنت ربي. فقال له ومن حتى البعير يعلم أن المدخل إلى قلب رسول الله هو أمة رسول الله. عشان كده قالوا الإنسان إذا أراد أن يدخل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه رسول الله فليدخل عليه بالدعاء لأمته ومحبة أمته. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق قال كان يتمنى أن يضخم الله جسده حتى يملأ جهنم فلا يدخلها أحد من أمة رسول الله تقربا للنبي. وكان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول اللهم إن كنت تقبل فداء في أمة محمد فاجعلني ذلك الفداء. فالبعير قال لأمن الله روع أمتك يا رسول الله كما أمنت ربي. قال آمين. قال له أعتق الله رقاب أمتك من النار كما أعتقت رقبتي يا رسول الله. قال آمين. قال أسأل الله أن لا يسلط أمتك بعضهم على بعض ولا يجعل بأسهم بينهم شديد. قال أردت أن أؤمن عليها فمنعني الله إياها فبكيت لذلك. صلوات ربي وسلامه. هذا بعير يشكو إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحتى صاحب الإبل الذي شكاها إلى النبي وقال هي أصبحت جامحة ولا تمكننا من نفسها وهم يعملوا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أين هي؟ قالوا في الحائط في حائط لنا. فقال هيا قوموا بنا إلى الحائط. فلما جاء إلى الحائط صلى الله عليه وسلم خافوا على رسول الله والأنصار كانوا يخافوا على النبي أكثر من أنفسهم. فخافوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نخشى عليك منها. قال ليس علي منها بأس لأن كل مخلوق بين السماء والأرض يعرف رسول الله. ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا فسقت الإنس والجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتحوا له الحائط وكان الجمل الفحل هائج. فلما رأى النبي سجد على الأرض فمسح النبي على رقبته وقال هات حبلا حتى أمكنك منه. ثم ذهب إلى الآخر فلما رأى النبي سجد فقالوا يا رسول الله هذه بهائم لا تعقل تسجد لك نحن أمتك أحق بالسجود إليك. قال لا إلا السجود صلى الله عليه وسلم. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. فقالوا إذا تأذن لنا لنقبل يديك ورأسك ورجليك. فأذن له الحبيب فانكب يقبل رأسه ويديه ورجليه. بل بلغ محبة الصحابة أن قبلوا سرته وقبلوا كشحه وشربوا بوله وشربوا دمه وشربوا ما بأولى ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم وماء غسله صلى الله عليه وسلم وتطيبوا بعرقه الشريف. تطيبوا بعرقه الشريف صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس غال النبي في بيتنا جقيل النبي في بيته فنقع عرقه على الفراش. فجاءت أمي أم سليم بقارورة عقلها وبخرقة فأخذت تأخذ العرق وتعصره في قارورتها. فقال النبي أفزعتني يا أم سليم ماذا تفعلين؟ قالت عرقك يا رسول الله نطيب به طيبنا فوالله إنه من أعظم الطيب. وذكر أن أحد الصحابة هو سيدنا عتبة رضي الله عنه كان له ثلاث زوجات. فكانت ثلاث زوجات بالغا في انواع الطيب ولا يكون طيبهن مثل طيب سيدنا عتبه. فقال له يا عتبه اجتمع النساء الثلاثه وقال يا عتبه هل لك زوجه رابعه؟ قال لا. قال نحن النساء كالثلاثه نجتهد في انواع الطيب ولا يكون طيبنا مثل طيبك ولم نراك تمس طيبا. قال كنت قد اصابني الشرع ذات حساسيه فشكوتها الى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل على يديه الكريم ومرره على جسدي فهذه رائحة رسول الله. أصبحت الرائحة عالقة بسيدنا عتبة.
أيضا الأنصاري الذي جاء إلى النبي وقال إن لي بنية قد زوجتها يا رسول الله وأريد منك أن تعينني على زواجها بشيء، قال ما عندي شيء ولكن إذا كان الصباح آتيني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة فإذا وجدت الباب مجافي فادخل عليه. فجاء في الصباح وجاء بالقارورة والعود ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعطيته القارورة والعود فرأيته يسدت العلق من ذراعيه بالعود حتى امتلأت القارورة وقال لي هذا طيب العروس، هدية العروس وطيب من عرق الحبيب. ولكن إذا أرادت ابنتك أن تتطير فلتغمس العود ثم تطير. قال فإذا أرادت العروس أن تتطير لزوجها وغمست العود شم كل أهل المدينة فيها حتى سموا ذلك البيت ببيت المطيبين بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الشيخ على كده عشان نوقف لكم البرنامج كل ما شاء الله بعدين اتفضل شيل معاه الفاتحه من الباب.